عملية رمي الكرة في ملعب الكرد واعتبار المشكلة الحقيقية اليوم في عدم انعقاد جلسة مجلس النواب هو بسبب عدم اتفاق الكرد، هذا أمر غير صحيح وربما يجانب الحقيقة. الوضع الحقيقي أنه العراق كله يعيش في أزمة سياسية وفي وضع معقد جدا، وبالتالي الإطار التنسيقي وأيضا معهم الكرد بالديمقراطي والاتحاد وبالقوى السنية اليوم كلهم يعملون من أجل تشكيل هذه الحكومة وسط أجواء تكون مناسبة. يعني لابد من إيجاد مخرج. عملية إعلان تشكيل الحكومة لم يتوقف لغاية الآن على ترشيح اسم معين لمنصب رئاسة الجمهورية. نعم، الدستور ينص أنه يجب أن أولا أن يتم ترشيح انتخاب رئيس الجمهورية، وثم رئيس الجمهورية يقوم بتكليف مرشح الكتلة الأكبر، ولكن الوضع القائم الواقع في العراق يشير إلى أن هناك وضع معقد، هناك تجاذبات سياسية، هناك أزمة حقيقية داخل البيت الشيعي بالتحديد بين الإطار والتيار، وبالتالي التيار له زخم جماهيري، وأيضا هناك شارع عراقي عام غاضب